السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناة منوعات دودي. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين بسيط كده، روتين في الصالة والقرش على السريع كده، بعد ما ولادي بإذن الله ينزلوا المدرسة. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي احنا لسه الصبح الساعة 6، حبيت كده أقوم أفطر ولادي كده وأكلهم وخلوهم ينزلوا المدرسة، وأنا أقف أشتغل بسرعة في البيت عشان طبعا بنتي الصغيرة ماسكة فيها على طول ما بتسيبنيش. فاحاول باذن الله ان انا اخلص، اكون باذن الله على الساعه 12 كده الدور هكون مخلصه قبل ما ولادي باذن الله يرجعوا من المدرسه. زي ما انتوا شايفين كده اهو، الناس مفيش حد لسه صاحي. هنبدا مع بعض بقى هنا في الصاله. طبعا بعد ما ولادي نزلوا المدرسه زي ما انتوا شايفين كده شلت المشيات وشلت الحاجه طبعا، وهبدا ان انا اشتغل على السريع كده بحيث ان انا اخلص قبل ما بنتي تصحى من النوم. طبعا اول حاجه هبتدي بيها الانتريه، ان انا اخلصه بس بسرعه كده من دوشه طبعا بالليل وكده، ما بيقعدوا يعملوا الواجب وكده. طبعا الاطفال الصغيره ما بيريحوش نفسهم زي ما انتوا عارفين، طبعا بيقعدوا يقلبوا الحاجه، انت مهما هتعملي هم هيقلبوه تاني. فانا ساعات بخلص بالليل الحاجه اللي ورايا، وساعات بقوم اعملها الصبح في الوقت يعني اللي انا اكون فيه، اللي يكون فيه بنتي تكون يعني تكون نايمة. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، طبعا هعدل الكراسي وهعدل الكنب وهشيل البطانية اللي في الارض، هنفضها طبعا وهفرشها تاني. انا فرشة على السجاجيد عندي بطاطين زي ما انتوا شايفين كده، لان طبعا المفارش ما نفعتش معايا، بتتقطع بسرعة لاني بكنس كذا مرة في اليوم، يعني بكنس مرة واحدة، لا بكنس كذا مرة. وربنا يسهل بإذن الله. طبعا لو انتوا ملاحظين ان انا بخلص بسرعة لاني بالظبط بنتي بتقوم على 10 أو 9:30، فانا عاوز اخلص قبل ما هي تقوم طبعا علشان اكون قاعدة بيها، لان هي طبعا لو قامت انا مش هعرف مانيش هعرف اعمل اي حاجة، هفضل شايلها وقاعدة بيها. طبعا ده حاجات بسيطة يعني كل واحدة بتعملها في بيتها، حاجات بسيطة كده. البطانية دي اللي محيرة بنتي، كل شوية تجيبها وتيجي عاوزين اعوض بيها واغطيها. طبعا كده تقريبا كده خلصت خلاص الصالة، بس ناقص بس ان انا اكنسها وانفض البطانية اللي عليها ديت. طبعا القرش لسه هعمله، لسه ما جيتش جنبه خالص. طبعا بقى الصبح الجو ساقع، يعني بقالنا دلوقتي 3 أيام أو 4 أيام الجو طبعا تلج. تحط ايدك في المية، المية متلجة. انا بقالي 3 أيام تقريبا قافلة، ما فتحتش غير النهاردة البلكونات على ما خلصت بس البيت كده بسرعة ورحت مقفلة تاني، لان بصراحة الجو ما يشجعش اصلا ان اي حد يعمل اي حاجة بصراحة يعني، بس الواحد بيحاول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده برفع الكراسي وبشيل برجلي البطانية. انا كده خلاص شلتها، هبدأ بقى ان انا بعد ما اشيلها اقوم نفضاها واقوم كنس الارض بسرعة كده ومخلصها بسرعة. زي ما انتوا شايفين اهوت، طبعا الفيديو مانيش قصة منه اي حاجة لانه اصلا الفيديو كان طويل. بس انا كده مش زي ما انتوا شايفين الارض اصلا عندي نظيفة، يعني مفيش فيها تراب ولا فيها حاجة، هي بس كده كنسة بسيطة بس كمطرح الورق والحاجات دي على السريع كده بس.
علشان لما افرش تكون الحاجة مفروشة على نظافة، ميبقاش في تحتها بقى ورق او اي حاجة مكلكعة، تبقى مكلكعة معايا تحت الحاجة بتاعتي. طبعا هشد الكرسي، طبعا اجيب من وراها برضو. ده الروتين انت ممكن تعمليه في الصالة، يعني انا كل يوم طبعا احنا بنعمل كل حاجة في قلب البيت، يعني انا تقريبا كل يوم بعمل البيت من اوله لاخره. فانت ممكن تخصصي مثلا يوم تشتغلي فيه في حاجة معينة، يعني مثلا حاجاتك انت خلصتيها، بس الحاجة المعينة انت تشتغلي فيها دي تحاولي تخلصيها بدري. يعني طبعا الحاجات دي كلها زي ما انتوا شايفين كده، خلاص كده انا كنست من ورا الكراسي كده، خلاص بقت نظيفة. هبدأ بقى طبعا ان انا اجيب البطانية بتاعتي، هجيب بطانية تانية افرشها، هبدل يعني البطاطين مع بعض كده كتغيير يعني. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي انا كده فرشت كده البطانية بتاعتي اهيت. طبعا انا قاعده بعمل الفيديو دوت، وبصراحه انا بتكلم شويه بسكت شويه عشان خاطر بنتي، ان صحت هتبقى مشكله كبيره والفيديو هيقطع مننا عشان اعرف نعمل اي حاجه. انا دلوقتي كده خلاص دخلت القرش، طبعا فتحت الشباك، هبدا بقى برضو ان انا كمان انضف القرش كده تنظيفه سريعه، لان طبعا القرش بتاعي جنب جنب باب الشقه على طول، فبيتطرب بسرعه، فانا بضطر ان انا يعني كل 3 ايام او حاجة ادخل انفضه من الاتربة طبعا، عشان طبعا باب السلم وكده زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا هلم بقى الحاجة اللي هما شايلينها من قلب الادراج، اشربات طبعا وشربات وحاجات. زي ما انتوا شايفين كده لميتهم خلاص. طبعا لما بنقوم نشتغل في حاجة بنشتغل فيها بنكملها كلها، ما بنسيبش حاجة طبعا، يعني كل حاجة بنعملها بننظمها بننظفها بحيث ان هي تبقى خلاص كده اتظبطت على الاخر. فطبعا ما فيش حد بيسيب، يعني مثلا انت بتنظفي حاجة مش هتسيبي بقى وراكي حاجة تانية طبعا. وكمان القطة هي اجت قعدت معايا، يعني ما بتسيبناش ابدا.
زي ما انت شايفين كده. اها حاجة سريعة كده بسرعة بحيث ان انت تنظفي بيتك وتخلصيه قبل ما ولادك يرجعوا من المدرسة. طبعا برضه هشيل برضه البطانية اللي انا حطاها هنا، هشيلها برضه، هنضفها هنفضها وهرجع تاني افرشها، بس طبعا بعد ما بكنس السجادة. طبعا انا كده خلاص فرشت، شلت السجاد البطانية من على الارض زي ما انتوا شايفين. طبعا برضو كنس على السرير زي ما انتم شايفين كده، السجادة اصلا نظيفة ما فيش فيها اي اتربة ولا فيها اي حاجة، بس كنسة كده سريعة كده بسرعة بحيث ان احنا برضو نبقى برضو عملنا اللي علينا وما فيش حاجة قدامنا مطربة او فيها اتربة او فيها اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده برضو جبت من تحت الكراسي نبدأ بقى نرجع الحاجة تاني ونفرشها من أول وجديد بعد ما خلاص نظفنا تحتها وكنسنا. وهنا بقى هبدأ ان انا بعد ما نفضت البطانية هبدأ ان انا بقى افرشها خلاص اهوت.
طبعا من الصعب ان انت تفرشي او تشيلي حاجه بايدك انت لوحدك، يعني مفيش حد بيشيل معاكي او كده، فبتبقى صعبه شويه انك انت تفرشي لوحدك. فانا بحاول اشتغل بايدي ورجلي، يعني انا برفع بايدي وبشدي برجلي الحاجه بحيث ان انا اخلص يعني وكده، وفي نفس الوقت ان انا اساعد نفسي. طول ما هو ما فيش حد موجود معايا مثلا من ولادي او حاجه يشيل معايا او قصادي، فبحاول ان انا اساعد نفسي عشان اخلص طبعا اللي ورايا. طبعا الحاجه بتاخد وقت معانا على ما بنخلصها، بتفرق طبعا لما يكون معاك حد بيشتغل معاكي او ان انت لوحدك، طبعا بتفرق كتير جدا. والحمد لله الحمد لله، ربنا ما يحوج حد، يحوج اي حد لاي حاجه او لاي حد. ثم الواحد في صحه باذن الله يعمل حاجاته ويخلصها باذن الله. انا كده خلصت خلاص القرش، هبدا بقى ان انا افرش بقيه الصاله علشان خاطر طبعا ابقى انا كده بقى خلاص خلصت باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده فرشت السجاده من تحت وهفرش عليها البطانيه، طبعا دي بتحميها لي، بتحمي السجادة طبعا من اي حاجة، وبتستحمل طبعا، بتستحمل كتير جدا يعني، ما غير المفارش وغير الحاجة التانية اللي احنا استعملناها. انا استعملت بصراحة المفارش ما جابتش معايا نتيجة، انها كانت بتتقطع مني طبعا من كتر الاستهلاك والغسيل كانوا بيتقطعوا معايا، فقررت ان انا اشتري طبعا سجائل بطاطين وافرشها، طبعا نفعت معايا جدا واستحملت معايا جدا. انا كده خلاص خلصت بيتي، ما عادش في اي حاجه تخلص، ما عادش في اي حاجه تتعمل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش بقى تعملوا لنا كده كومنت حلو بإذن الله يشجعنا كده، واستنونا بقى بفيديو تاني، فيديو المراتب بتاعتي، فيديو فيه حاجة طبعا خيالية انا اكتشفتها النهاردة. استنونا بإذن الله في الفيديو التاني بإذن الله، بكرة بإذن الله هنزله لكم. زي ما انتوا شايفين الشقة كلها خلصت، ما عادش في اي حاجة مش هتتعمل، كل حاجة خلصت، الاوضتين بالارض